موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك موطني موطني. نورت نورت نورت. السلام عليكم. مرحبا يا امي. اهلين روحي. كيفك؟ والله الحمد لله. لا تواخذينا ازعجناك يا. لا معلش خيو معلش حاضر. وين ساكنه انت؟ ساكنه بالمرجح. شو عم تعملي هون بالحديقه؟ يعني البيت صرت اخاف ابرك فيه. لحالك ليه؟ لا معي ابني وعنده عنده ثلاث اولاد، يعني نحن خمسه. اين طابق بيتكم؟ تاني. طب كشفوا عليه؟ حسيتوا انه صار شيء ضعضع شيء؟ لا هو ما ضعضع الحمد لله بإذن الله، بس أنا لساتني خايفة. لساتك خايفة؟ إيه خايفة على الأولاد. يعني عنا بنت سنتين ما هلا ما بدوس على وجريها، عرفت شلون؟ ابنك إيش بيشتغل؟ ابني بيشتغل خياط. عم تناموا هون بالحديقة يعني؟ طب بالليل برد بوس. هو هلا عنا هدول الحرامات عم نضغط فيه. ما عم تروحوا بتشقشوا على البيت طاوي؟ لا ما نروح شوي ببرد نرجع. ما بتقبلي تنامي فيه؟ يا بخوف الروح غالية. الحمد لله عطا ورضا. الله يديمك يا. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك أبو النور. الله يحفظك إلهي يا رب. هاي 500,000. تسلم ربي. الله يرزقك ويخليك والله يحميك يا رب. بس ارتعبت أسمين صار فوق راسي. ولا يهمك ولا يهمك. الله يحميكم إلهي والله بسعر أولادي. الله يحن عليكم يا رب. أنا هي هون بالخيمة هون. كم واحد أنتو؟ أنا 9 أشخاص. عيلتي 9 أشخاص هي دفتر العائلة. وين بيتكم؟ وين بيتكم؟ بالحرابلة. بيتنا مشقشق من أول للأخير. بيجينا هزات عفنا البيت وطلعنا لهون. طيب ليش ما رحت على مراكز اللواء؟ مراكز اللواء إذا رحنا على مراكز اللواء في حوالينا حرامية. بتعيف إذا بتروح على المركز بشيلوا لك أغراضك. صارت فينا قبل هالمرة يعني، مو بس نحن هالمرة يعني، صارت فينا قبل هالمرة. نحن هلا نحن هون اجى هلا الزلزال علينا، صار اللي طلعنا من بيوتنا ورحنا على اللواء باركنا بمدرسة بالميسر، رجعنا على البيت نصه رايح منشول، مين النشله ما حدا بيعرف. هلا هون بقت انا عم بدي شغلة 10 دقايق بصير في بيتي. يعني عم تروح بتشاشي عليه وبرجع لعائلتي. كم عيلة هون هلا انتو؟ هلا انا هون عندي انا عيلة هون، وهون في عالم بيركي كمان هون. طيب ليش ما بتستأجر بيت؟ ما لي قدرة. ليش؟ ما في شغل ولا في شيء خالص. فينا نساعدك بموضوع أجار بيت لثلاث شهور تقريبا؟ ساعدونا الله يرزقكم. تفضل هي 500,000 هدية من برنامج ناس لبعض. الله يرزقك. استأجر بيت وجيب عيلتك طالعوا من هون إن شاء الله.